وإلى ملف سد النهضة، حيث قالت الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي إن مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بما وصفتها بعملية فرض سيادة القانون في إقليم تيغراي. وأضافت الرئيسة الإثيوبية في رد على سؤال لمراسلة الجزيرة في جيبوتي أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل كل الخلافات بشأن سد النهضة، وأكدت أن إثيوبيا لن تتنازل عما وصفتها أو ما وصفته بحقها في السد، فهو مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية وفق تعبيرها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وأضاف خلال لقائه برئيس جنوب السودان سلفا كير في العاصمة جوبا أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل. أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل. كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتجديد. والنقاش ينضم إلينا عبر سكايب من أديس أبابا المحلل الإثيوبي محمد العروسي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي مجدي الدقاق. أحييكما وأبدأ من القاهرة معك سيد مجدي. على ما يبدو أن الرئيسة الإثيوبية لا ترى أي إشكاليات داخلية تجعل إثيوبيا تتراجع بشكل أو بآخر في ملف سد النهضة، لذلك هي قالت ببساطة شديدة أن مفاوضات سد النهضة لن تتأثر بعملية فرض سيادة القانون ولن نتنازل عن حقنا في سد النهضة، فهو مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية. من وجهة نظرك كيف تقرأ مثل هذه التصريحات لرئيسة إثيوبيا؟ يعني خليني أبدأ بما قالته في الأول عندما أعلنت أستاذ أحمد رئيسة الجمهورية يعني إثيوبيا الاتحادية سيدة زودي بأنها أن الحوار هو المدخل لكل الخلافات، لكن سبقتها أيضا بتعبير بأننا سنملأ السد في غضون هذا العام، ثم تحدثت عن ما يعني أحداث تيغراي وتأثيرها على هذه المفاوضات. أمامنا ثلاث نقاط أستطيع القول أننا أمام خطابين متناقضين في نفس الوقت. خطاب يدعو إلى التهدئة، وأخشى أن يكون جزء من يعني التسويف الذي اعتدنا عليه للهروب وتوصيل المفاوضات إلى نقطة الصفر. هذه واحدة. أريد أن أؤكد من وجهة نظري أنا هذه التعبيرات كلها مجرد إرضاء للوضع الداخلي. أولا ليس أحد في المنطقة وعلى رأسها مصر سعيد بما حدث في التجري، فأمن المنطقة جزء من الأمن المصري، ونحن نتمنى كمصريين كل السلامة للشعب الإثيوبي الصديق، وهو لنا علاقات تاريخية معه. هذه واحدة. نحن نرى أن جهود التنمية الإثيوبية يمكن أن تضرب بسبب الصراعات القبلية ثم تؤثر على الوضع الأفريقي والقرن الأفريقي والوضع في مصر. الأمر الثاني أننا نتمنى أن ينتبه الإثيوبيون بأن التنمية المشتركة هو الحل لكل شيء، وأن المفاوضات عندما تصل إلى طريق مسدود ليست في مصلحة أي فريق سواء مصر أو السودان أو إثيوبيا. نحن مع التنمية في إثيوبيا، نحن مع حق الشعب الإثيوبي في أن ينهض ب 30 مليون يحتاجون إلى الكهرباء، ولكن أيضا على الإثيوبيين أن يروا
أن هناك 100 مليون مصري مع عشرات الملايين من الأشقاء السودانيين يمكن أن يتعرضوا للعطش والموت، وهذا لا يرضي لا القانون الدولي ولا العلاقات التاريخية بين البلدين، وممكن أن يدخل المنطقة في صراع نحن وهم في غنى عنه. تمام. سيد العروسي، قبل أن نتحدث عن تصريحات الرئيس الإثيوبي، دعني أفهم منك على الأقل يعني كيف تنظر إثيوبيا للزيارة الأخيرة بالأمس للرئيس المصري لجنوب السودان؟ يعني كيف تم تناول هذه الزيارة سواء على مستوى الإعلام أو على المستوى السياسي إذا حدث ذلك بالفعل؟ تحياتي لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين. طبعا هذه الزيارة ربما أعتقد بأنها لم تلقى صدى واسع في الداخل الإثيوبي، بحيث أنها يعني علاقات بين دولتين في القارة الإفريقية، من حق القاهرة أن تقوم بزيارة من تشاء، لكن من حق إثيوبيا أيضا أن تتحرز من كل خطوة يمكن أن تتحركها القاهرة لأجل إحباط موقف إثيوبيا في سد النهضة. إثيوبيا لا تشكك في نوايا القاهرة على الصعيد الرسمي ولا حتى على الصعيد الشعبي، ولكن هناك تحليلات وتساؤلات منطقية. الإعلام إذا كان يتحدث بهذه الطريقة في الأزمات، يا سيد الكريم، عندما يقولون نحن مع تنمية إثيوبيا ولكن التنمية المشتركة هي المطلب، ومن الذي رفض هذه التنمية؟ من الذي استند على العطش والموت للمصريين في حال قيام سد النهضة؟ لا توجد دراسات على الإطلاق تثبت ذلك. هذه التحركات ومن قبلها نسور النيل والتمارين المشتركة في يعني عز الأزمة الإثيوبية التي تمر بها، يعني عندها مشاكل داخلية، ألا نعتبر ذلك كله استفزازا لإثيوبيا؟ هذه الزيارة يعني اسمح لي يا سيد العروسي، عفوا للمقاطعة، فكرة أنه توجد دراسات لأضرار ستقع على مصر حال يعني تنفيذ الرؤية الإثيوبية فيما يخص سد النهضة والملء والبناء إلى آخره، توجد دراسات لا يستطيع أحد إنكارها. في تعنت إثيوبي، البعض يقول نعم هناك تعنت إثيوبي، وأدل على ذلك فكرة انسحاب السودان من المفاوضات في المفاوضات الأخيرة، وبالتالي المسألة حتى لم تصبح أن مصر ما انسحبتش، السودان هي اللي بتتحدث عن تعنت إثيوبي وعن طريقة في إدارة المفاوضات لن تفضي إلى شيء. السودان لم تتحدث عن تعنت إثيوبي، السودان موقفه واضح فقط في مسألة ربط البيانات. السودان هو الذي أكد بأن فوائد سد النهضة أكثر من السلبيات التي يمكن أن يحققها. انسحاب السودان كان محل تقدير إثيوبيا لأنها تحافظ على مصالحها وترى أن هذا النهج خاطئ وهذا من حقها، لكن المسألة المفاوضات والحوار هي الحل. عندما تقول إثيوبيا ذلك هي تؤكد وتجسد بأن العدالة تقتضي أن تستفيد إثيوبيا من إنشاء سد النهضة بما لا يتعارض مع مصالح الآخرين. هذا كلام الرئيسة سهلة ورقزوق وغيرها من المسؤولين من القيادات في البلاد، تحدثوا بأن المسألة ليست مسألة تعطيش الشعب المصري وإنما مسألة تنمية ليست على حساب الشعب المصري. إذا كنتم تقولون بأنه ليس من حق إثيوبيا أن تنمي نفسها، أو كنتم تقولون ليس من حق إثيوبيا أن تقيم سد النهضة لأنها تسبب العطش والموت للمصريين، نحن نعيد السؤال مرة أخرى كما ذكرناه من قبل، ما هي الحصة التي تريدون لإثيوبيا أن تنمي شعبها من خلالها؟ هذه الحصة 55 مليار لدولة مصب بينما دولة المنبع، ويتحدثون أيضا يقولون أن أوضاعنا الداخلية ليس لدينا مياه وليس لدينا يعني طاقة، ليس لدينا مياه تكفي الشعب المصري، وكأن إثيوبيا تستخدم هذه المياه لأجل أن تعطش المصريين أو تنتقص من حصتهم التي طيب. أصلا هي جائحة. يعني أستأذنك أن أعطي ما تبقى وهو قليل جدا للأستاذ مجد دقاق، بالتأكيد هو لديه تعليق على ما ذكرته، خصوصا أن البعض يرى أن الموقف المصري النهائي ليس من القوة بمكان فيما يخص سد النهضة وفيما يخص التعامل مع الأداء الإثيوبي في هذا السياق. تفضل. يعني أستاذ أحمد، نحن لا نتحدث عن قوة، القوة معناها انهيار المنطقة ودخول في مجال لا يريده
لا القيادة المصرية ولا أعتقد الشعب الإثيوبي وقيادته. الذي يتحدث عن القوة هو بعض المسؤولين الإثيوبيين، حتى تصريحات الزميل والفاضل الذي تحدث الآن يتحدث عن استفزازات مصري لأن مصر تتعاون مع السودان أو تجري. هذا الكلام ليس موجه للإثيوبي على الإطلاق، لا علاقات مشتركة بين أشقاء السودانيين والمصريين. مصر مصرة وبلسان رئيسها عبد الفتاح السيسي أننا مع المفاوضات والمفاوضات حتى النهاية، لأن بديل المفاوضات كارثة على المنطقة لا يريدها أحد. نعم. أنا بالتالي بقول أن الإرادة السياسية غير متوافرة لإيجاد حل عادل يشمل مصالح الأطراف الثلاثة في مسألة النيل. أنا أتصور أن على أثيوبيا أن تراجع موقفها بين قوسين المراوغ، وبعض الأطراف التي تتحدث عن هجوم وحرب هذا غير مطروح في التوجه السياسي المصري. مصر مع اتفاق عادل ملزم يعطي حقوق، حق التنمية وحق حق التنمية الأثيوبية وشعبها العزيز علينا، وفي نفس الوقت حق الحياة للشعبين المصري والسوداني. نعم، أنا متأكد طبعا أن الرد والرد المقابل لن ينتهي في هذه القضية، والقضية لن تنتهي قريبا، وبالتالي ستكون هناك نقاشات كثيرة حولها. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، كما أشكر ضيفي من أديس أبابا المحلل الإثيوبي محمد العروسي، شكرا جزيلا لكما.